فنقوم بوجود الوجه عن الإمام نافع بن عبد الرحمن المدني من طريق أحمد بن أسامة التجيبي عن إسماعيل النحال عن الأزهري من كتاب جامع البيان للشيخ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدمي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا ربك للنجاة
ربك كبيرا وتبتح بالعشي والإنكار بسم الله وَدَعْوَ اللَّهُ